تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة الكارثة الحقيقية. الكارثة عموما عند الأشرار أو يمكن ما بيسموش نفسهم أشرار لكن البعيدين عن الاتكال عن الرب، يعني مش متوكلين على الرب، دول اسمهم أشرار عند الله. الكارثة عندهم هي إيه؟ الكارثة مثلا خسارة مالية كبيرة، كارثة. الكارثة أكثر من كده مرض، واحد جاله مرض صعب. الكارثة الأكبر من ده كله موت. دي الكوارث عند النزول أو ما شابه يعني من هذه الأمور. للأسف إن الناس دي عشان هي كتير قوي في الدنيا، مالية الدنيا الناس دي، فنظام الكوارث عندهم انتقل للكنيسة، فبقت الكنيسة تحس دي برضو هي دي الكوارث، لكن دي مش كوارث عند المؤمنين. قولوا للصديق خير، لو خسر فلوسه خير، لو خسر أولاده زي أيوب خير، لو خسر صحته زي أيوب خير، لو مات أحسن خير، استريح. النهاردة بنتكلم عن الكارثة الحقيقية اللي هي مخفية في وسط السطور، وهناخد قصة معروفة جدا والكتاب ذاكرها بالتفصيل بحيث نقدر نكتشف فين الكارثة الحقيقية من حياة يعقوب. حياته كانت فيها كارثة حقيقية. لو عملنا استفتاء بيننا وبين بعض، احنا نشكر ربنا اغلبيتنا ما كناش كلنا مؤمنين، كان على الاقل اغلبيتنا، ايه الكوارث الحقيقية في حياة يعقوب؟ اتوقع ان اغلب الاجابات تكون غلط من المؤمنين. ليه؟ برضو عشان احنا رادي علينا فكر العالم. فمثلا انا احط نفسي مكانكم شخصيا، كنت اعتقد لمسافة كبيرة خالص من الوقت لغاية اول امبارح ان الكارثة الحقيقية في حياة يعقوب زنا بنته، فكارثة فظيعة خالص. مش هقول موت رحيل، لا انا شوية فاهم ان الموت خير، الزنا دي فظيعة جدا، زنا بنته وده مش غلط، لكن الحقيقة دي مش هي الكارثة الحقيقية، دي ثمرة الكارثة الحقيقية، دي الانتاج بتاعها. لكن من يومين كده انا بقرا القصة اكتشفت الكارثة الحقيقية في حياة يعقوب، اقول لكم عليها يعني مع بعض كده نتفاهم فيها سوا. يعقوب لما قابل عيسو كان خايف جدا، وبعدين المقابلة انتجت احساس غريب عند يعقوب هو ما قدرش يعني يستوعبه، وبغير ما ياخد باله خضع لهذا الاحساس. لما هو قابل عيسو وعيسو حضنه، جزء خطير جدا في حياة عيسو دخل يعقوب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل في ترتيب شيطاني بموافقة الرب، الرب عايز يمتحن يعقوب والشيطان عايز يخلص على يعقوب، ان يعقوب كان خايف جدا من عيسو، 400 راجل
جاء علي أنا انتهيت خلاص. وقتها كان عيالي يعقوب صغيرين خالص، أكبر واد حوالي 12 سنة وأصغر واد حوالي 6 سنين. فالحكاية مين هيحارب؟ وشوية طبعا رعاة غنم وعبيد. وخاف خالص وعمل ترتيبات رهيبة جدا قرينا عنها في هذا الأصحاح. سجد له 7 مرات بعد ما قدم له هدايا قطيع ورا قطيع ورا قطيع، يعني عمل ترتيبات، مخ اشتغل أيام كثيرة عشان يقابل عيسو. وفجأة عيسو قابله وحضنه وحكاية خلصت. إيه الراجل الشهم ده؟ إيه المقابلة اللي ما كنتش متوقعها دي؟ أنا متوقع 400 راجل دول جايين يخلصوا عليا، طلع جايهم عشان يستقبلوني يرحبوا بيا. إيه ده؟ ده عيسو ده لارج قوي. ده الإحساس اللي وصل يعقوب، وهو ده الإحساس اللي كان عايز الشيطان يحطه في قلب يعقوب. أنت خايف من مين؟ ما تخافش منه، ده واد لذيذ قوي. خايف منه ليه؟ طب إيه اللي عرفنا إن يعقوب أصابه عدوى من عيسو؟ في اللي عمله يعقوب بعد كده على طول. عامل ايه يعقوب؟ يقول كده اخر عبارة في حكاية عيسو: فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه الى سعير، بعد المقابلة دي اللي ساب فيها يعقوب اشلاء، سابه يعقوب المعدي من عيسو. يقول ايه؟ واما يعقوب فارتحل الى سكوت. هو مش عايز يروح ورا عيسو سعير، راح لسكوت وعمل ايه؟ وبنى لنفسه بيتا. انت امتى سكنت في بيت يا يعقوب؟ عمري ما سكنت في بيت. يقول الكتاب عنه: كان يعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام. امال مين اللي ساكن في بيت؟ عيسو. فاكرين لما قرينا مرة ان رفقة جابت ملابس عيسو ابنها من البيت، لان هو كان ساكن في بيت وكان مدي مدخله او مفاتيحه اذا كان في ذلك الوقت مفاتيح لامه عشان تنظفه له، مع انه كان متجوز 2. مين اللي ساكن في بيت؟ عيسو. انت ساكن في ايه؟ في خيمة. وابوك ساكن في ايه؟ في خيمة. وجدك ساكن في ايه؟ خيمة. طب انت بنيت بيت ليه؟ يقول لك: ما اقول لك اللي حصل. انت ما شفتش اللي حصل لما قلت عيسو؟ شفناه مكتوب بالتفصيل. قول لي بقى مين سجد لمين؟ انا سجدت لعيسو ولا عيسو سجد لي؟ انت اللي سجدت له. يبقى مين احسن من مين؟ عيسو ولا انا؟ مين اللي قال للتاني يا سيدي؟ انا اللي قلت له يا سيدي. مين اللي خلى كل ولاده ونسائه يسجدوا للتاني، انا ولا هو؟ انت. يبقى مين اعظم؟ عيسو مريح نفسه وعنده كل الخير. ده انا فاكر اللي عندي ده كتير، عزمت على عيسو قال لي: ليه كثير يا خلي لي ليك ليك، انت بتديني ايه؟ خلي لي ليك ليك. لولا ما انا لحيت عليه عشان اكسر عينه عشان ما يهجمش عليا تاني، خايف منه فقبل مني. عيسو حضن يعقوب. يعقوب بقى اتلهى: ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ على طول بنى بيت، بنى بيت، بنى بيت ليه؟ سكوت لما نشوف الخريطة بتاعتها مدينة ساحلية على نهر الأردن في الناحية الشرقية، فبنى مصيف. ده هنا بقى المكان اللي ايه نتلذذ فيه بقى، الهواء لذيذ ورطب وحلو،
يا عم انت ليك رسالة، انت رسالتك تعيش في خيام، يا عم ما تريحني بقى، بلاش بقى دوش الدماغ. بعد كل اللي انا شفته في عيسو ده وعايز تقول لي اسكن في خيام؟ ده حتى الغنم بتاعتي حاملين لها مظلات، الغنم بتاعتي عبد دلوقتي بقت ساكنه. غنم ابراهيم كانت سكنت؟ لا، غنم اسحاق سكنت؟ لا، انا بقى غنمي تسكن. فما ده اتعلمته من عيسو. عيسو ده يا سلام عارف يعيش، عارف يعيش. الكارثة الحقيقية هي الزنا الروحي قبل ما يجي الزنا الجسدي. حصل زنا روحي في يعقوب. لما ندرس التواريخ نكتشف انه لما يعقوب قابل عيسو كانوا ولاده صغيرين قوي، ليه؟ لسه طالع من عند لبان، يعني دوبك خلص من لبان، كان بعت رسل لعيسو، جاي عيسو قبله. الحكايه واخد لها مثلا اسبوع 10 ايام من اول ما طلع من لبان لغايه لما قابل عيسو، اسبوعين بالكثير قوي، حاجه صغيره جدا يعني. عشان كده قال له الاولاد رخصه والغنم مرضعه، يعني شايف ولادي صغيرين ازاي؟ هسوق بيهم ازاي وراك؟ مش هقدر. فاولاده كانوا صغيرين. طب ازاي فجاه كده من اصح 33 ل 34 كبروا من عيال صغيرين لرجاله؟ يقول لك السر في العددين، ثلاث اربع عدد دول، عدد 17 لعدد 20، الخمس عدد دول، دول بقى خدوا مده حوالي 10 سنين الاربع الخمس عدد دول. ايه اللي حصل فيهم بقى؟ حصل الاتي: واما يعقوب فارتحل الى سكوت وبنى لنفسه بيتا، بنى بيت هناك. البناء ياخد له وقت، واستريح قوي بقى، استريح خالص. قاعد يبص على نهر الاردن، يا حلاوتك يا نهر، يا حلاوه الجو. شوف يا اخي البلكونه العالي شكلها ازاي، قاعد في خيمه قال تحت في التراب والرمل والبهدله دي. ايه ده؟ ايه ده؟ اهو عيسو، اهو عيسو، بيت شبه اخويا، بيت زيه، عندي بيت. كتابيا غلط تسكن في بيت، دقش قوي كده، ما تبقاش كده نمكي قوي في الحاجات دي، عيش كويس، عيش كويس. وصنع لمواشيه مظلات. ايش الغنم حرام تبات في الطال، لازم نعمل لها مظلات. استقر، استقر في سكوت، لذلك ده اسم مكان سكوت، سكوت يعني مظلات. عدد 18 يقول ايه؟ ثم اتى يعقوب سالما الى مدينة شكيم التي في ارض كنعان، حين جاء من فدان ارام ونزل امام المدينة. اتى يعقوب سالما. ايه سالما دي؟ اول مرة اسمعها. ما طول عمره سالم، طول عمره سالم، لأنه ماشي في مشيئة الله. دلوقتي هو ماشي عكس المشيئة، ماشي بالعكس، لكن مع ذلك اديته سلامة. يعني سالما ده استثناء هنا، المفروض كان ينضرب لكن ما ضربتوش، بديله فرصة تانية يتأمل في سكته. خد بالك بتعمل ايه، مش طريقك انك تبني بيت وتقعد وتبسط جناحيك كده على الدنيا وتهيص في الدنيا اللي انت عايش فيها دي وتنبسط خالص. ده مش طريقك يا يعقوب. ده مكتوب عنك في العهد الجديد ساكنا في خيام، انت وابراهيم واسحاق. لكن اديته سلامه لعله يصحى يفوق. فوصل سالما الى مدينه شكيم. بين سكوت وسليم حوالي 20 مايل. سكوت على نهر اردن من الناحيه الشرقيه، وشكيم في وسط ارض كنعان، يعني مجاوره لبيت ايل واورشليم، يعني في المنطقه متوسطه ارض كنعان التي في ارض كنعان. وبعدين يقول الرب عباره غريبه قوي، يعني مش ملاش معنى كتير في الناحيه سياقه الحديث، من ناحيه سياقه الحديث، لكن ليها معنى كبير عند ربنا. ايه دي؟ حين جاء من فدان ارام. طبعا احنا عارفين انه جاء من فدان، ما جاء من فين؟ بس هو جه من فدان ارام من حوالي 10 سنين لما جه ولبان قبله،
ان ربنا يقول اصل انا عايز اقول لكم في حاجه انا فاكرها بس يا ابني نسيها. ايه هي دي؟ وهو طالع هارب من وجه عيسو كان بايت اول ليله بايت، وبعدين وريته حلم، والحلم ده وريته سلم منصوبه على الارض ورأسها يمس السماء والرب واقف عليها وملائكه الله صعد ونزل على السلم، قلت له حباركك ورجعك وكمل لك مشيتي في حياتك. وهو صحي ونصب عمود وكب عليه زيت وقال ان كنت هتديني خبز لاكل ولبس البس، لما ارجع اعمل هنا مكان لبيتك وانت تكون الهي واديك العشور. فانا مش اديته خبز ياكل وثياب يلبس، انا خليته جيشين ورجعته سالم. لكن هو نسي الحكايه دي، مش رايح بتقيل، راح فين؟ في شكيم. عشان كده بيقول حين جاء من فدان ارام وراح لشكيم هناك ونزل امام المدينه، نزل قدام المدينه، نزل هناك. وبعدين عمل ايه؟ وابتاع قطعه الحق نصب فيه خيمته من يد بني حمور ابي شكيم بمئة قسيطه، ده فعله تمام بتاعها. وطبعا ما نسيش ان هو ايه؟ يقيم مذبح لله. ما نسيش يقيم مذبح لله. زي اي انسان بعيد عن الله لكن ما بينساش يوم الحد. لازم يروح الكنيسه. يا احبائي، هذه الكارثه الحقيقيه التي عاش يعقوب حوالي 10 سنوات من عمره. ضاعت في إعجاب بمنطق العالم، بمنطق عيسو، مش غار من سلامة الأشرار زي أساف، ده أكتر من كده، ده حياته تطبعت بسلوك الأشرار، فوجد نفسه إنسان عايش في الدنيا عايز يعيش، إنسان بطل إحساس الغربة. هو مش غريب، هو بيمتلك في الدنيا، يمتلك. نتيجة ذلك لما ما فاقش لمدة 10 سنوات تقريبا وهو في سكوت ما فاقش وهو في شكيم ما فاقش، الرب قرر يصحيه. وجاءت هذه الكارثة التي هي نتيجة للكارثة الحقيقية، الزنا الروحي. بنته كبرت، بقت شابة، بتتفرج على بنات الأرض، تشوفهم عملوا إيه، بيغنوا إزاي، بيرقصوا إزاي، بيعيشوا حياتهم إزاي. والله رتب، للأسف الله عايز يقرص خلاص، فأزل الشيطان إن هو يرتب الحكاية، قال له يلا مشي أمورك. شكيم رئيس الأرض طلع، إيه ده، دي حاجة مش زي بنات الأرض. هو طبعا ده ابن رئيس البلد، ابن الرئيس. و ربما هي عادة عند تلك البلاد، ما نعرفش أنا عاداتهم كانت إيه، أخذها واتجع معها وأذلها، يعني ربما عادة اللي بتعجبه واحدة مش مشكلة يعني. بالنسبة ليعقوب، ودي حاجة مهمة جدا في حياة المؤمن على فكرة، يعقوب مؤمن وإلى حد ما أولاده ممكن يكونوا مؤمنين كمان، إنه مهما بعدوا عن الرب في أفكار روحية غلط، الزنا الروحي اللي كانوا عايشين فيه ده، لكن الإيقاظ عندهم سهل. فمجرد ما حصلت الخطية دي وزنت بنته، على طول هو اتجنن وإخواتها اتجننوا، كل 12 واحد اتجننوا، كانوا 11 في ذلك الوقت مش 12، 11 ولد وهو جننه جدا. ازاي هذا يحدث لابنتنا؟
طب ما انتم بتقلدوا بنات الارض، الحكايه عند بنات الارض سهله قوي يعني مش مشكله. لا لا احنا لا، احنا لا. طب ما انتوا يا ريت فهمتوا كده من زمان، يا ريت كنتوا عرفتوا ان انتم ازاي اناس الارض فتعيشوا غربة مش بتمرمخ في الارض. فاقوا خلاص لدرجه رفضوا الجوازه وقرروا يعملوا مخاطره شديده باباده شكيم وابوه وكل الناس، وعملوها وربنا ساعدهم. دي حاجه بشعه جدا لكن ربنا كان وافق عليها. ليه؟ حسب ارادته، لان عباره عن انعزال عن العالم، انفصال عن العالم. يا مؤمن لا تخالط العالم، انتم لستم من هذا العالم مش من الدنيا دي. ما تعيش زي ما هم عايشين، ما تعجبش بافكارهم ولا باحلامهم ولا بسلطانهم. فايه اللي حصل؟ انه ده جاب على يعقوب حمل زياده، لانه شاف نفسه اتكره فعلا من كل القبائل الموجوده في ارض كنعان، فمية المية هيهاجموا عليه ويخربوا حياته. الى ان جاءه صوت من الاعالي من فوق فجأة كده، صح؟ 35. ثم قال، يبتدي بالكلمة دي على طول، ثم قال الله ليعقوب. الرب دخل في حياة يعقوب، قم اصعد إلى بيت إيل، تمم موعدك يا أخي، تمم موعدك، لا تعجب مرة ثانية بعيسو ولا تعيش مثل عيسو. وفعلا لم يبني يعقوب بيتا آخر بعد هذا البيت، البيت ده سابه خالص، حد نعرفش عنه حاجة، بتاع سكوت ده. قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. لما كان يعقوب خايف جدا من عيسو ولقى مقابلة عيسو الرضبة والحضن والبكاء، يا كان مقابلة لذيذة أوي، اتأثر بعيسو. هنا يعقوب كان خايف جدا مش من عيسو بس، ده خايف من كل قبائل أرض كنعان، كلهم يتحدوا بعض يفنوه خالص في لحظة يفنوه. لكن قبل من الرب هذه الرسالة وآمن بالله وتعادل يعقوب، تعادل. ايه اللي حصل؟ من نفسه الرب ما قالوش، من نفسه انزعوا الآلهة الغريبة التي بينكم. انت عارف في آلهة غريبة؟ عارف ان في آلهة غريبة، عارف ان في أصنام عندك في بيتك، عارف. شيلوها شيلوها خلاص، هرجع لإلهي، ارجع لإلهي، اثق فيه، هو حمية، هو سندي، هو إلهي. هاتوا الآلهة الغريبة، اطمرها تحت البطن اللي في شكيم، يلا نتحرك إلى بيت إيل. لكن يا أحبائي هو غلط، أيوة ربنا صحاه، أيوة اتعادل صح. هل الغلط يكون له عقاب؟ هو اتعاقب وبنته زانت، لسه العقاب ما خلص، دي إرادة الرب. أحيانا العقاب يخلص بسرعة، أحيانا العقاب يستمر. ولأن يعقوب بالنسبة لله مش غلطة ولا اتنين، الحقيقة حياته فيها غلط كتير، نكتشف بعد كده على طول في الأصحاح اللي بعديه، نلاقي ثلاث أحداث حدث منهم وفاة دبورة مرضعة رفقة، تكوين 35 على 8. دي شخصية ما نقراش عنها كتير لكن واضح ان شخصية مهمة جدا جدا، لان هي المذكورة. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها ألوت باكوت، يعني بلوطة البكا. ليه؟ هناك دبورة، دي شخصية مهمة جدا في حياة يعقوب، فخسر خسارة كبيرة جدا
دبورة مو دبورة. وبعدين ماتت رحيل، طبعا دي ايه دي حياته، رحيل دي حياته. ماتت رحيل وهي بتولد بنيامين او بنؤني، سميته بنؤني على 19. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة التي هي بيت لحم. وبعدين ايه؟ لسه نتيجة الشر بيحصده يعقوب، مش بس الشر بتاع الزنا عن العالم، زنا عن الله والبعد عن المشيئة الإلهية واتباعه عيسو والعالم، لكن لأجل أمور السابقة كلها اتحصلت في ذلك الوقت. لسه في حاجة تاني بعدين برضو. تالت حاجة، حاجة ريحتها وحشة جدا، لما ابن البكر زنى مع إحدى جواري. ايه ده؟ وبعدين ربنا خلى له حاجة تاني بقى في الآخر، موضوع يوسف ده اللي ضيع عليه خالص. يا أحبائي، أنك تطيع الله، تعبد الله، تتلذذ بالرب، توقن أنه قادر أن يحفظ وديعتك إلى ذلك اليوم. وهذا ما قال بولس الرسول: لأني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. بالنسبة للشرور الماضي، لخطايا الماضي، أرجوك، وهذا أقول لنفسي، اندم وابكي وقول له: سامحني يا رب، سامحني وارحمني يا رب، سامحني وارحمني يا رب، لكي يغفر الرب لك ذنبك ويشيل العقاب قدر المستطاع، وعش بأمانة في المستقبل، ليكن الرب هو سيدك وإلهك، ليحفظ نفسك واحفظ أنت نفسك طاهرا، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين.